يا معتز، ربنا يخليك ومنور الدنيا في رمضان اللي فات، وبسم الله ما شاء الله شغل جميل في عمل ملحمي محترم، كل مصر والدول العربيه كلها كانت بتتابعه، واكيد دي كانت من ضمن عناصر الجذب اكيد بالنسبه لك لما تعرض عليك الدور. عايزين نعرف منك ملابسات الترشيح واستعداداتك للشخصيه كانت عامله ازاي. انا اترشحت على طريق مسلسل الاختيار عن طريق دور كنت عامله في مسلسل اسمه جمال الحريم، كنت عامل شاب كفيف، حاجه ملهاش علاقه بانه يبقى ظابط دقن طويله شعره طويل، فالحمد لله اترشحت. كان في الكاستنج دايركتور استاذ ابراهيم فرج جه بص علينا وترشحت للدور. طبعا لما عرفت ان في مسلسل اختار اتنين بتعمل، انت بتوافق على طول بدون اي تفكير في اي حاجه، زي ما حضرتك قلت ده عمل وطني، الوطن العربي كله هتفرج عليه مش مصر. واللي كان احلى من كده برضو في عرض المسلسل، المسلسل كان مترجم بالانجليش. طبعا فده برضو في ناس اكسبوجر كبير جدا، ناس تانية تقدر تشوف برضو في الوطن العربي والدول التانية ايه اللي بيحصل مع تقدير الترجمه. طبعا بس فالحمد لله استعديت طبعا للدور، وكان الدور الحمد لله مساحته كبيره، فطبعا كان الواحد هو بيعمل كل مشهد او كل حاجه بيبقى عبء عليه، لان انت بتعمل عمل وطني طبعاً تقيل طبعاً، مش عمل درامي في تمثل فئه في المجتمع يعني محترمه جدا كمان، وشخصيه حقيقيه ورجال الشرطه الفتره اللي فاتت ايه اللي حصل معاهم، فانت الحمد لله يعني جميل مبروك الله يبارك وعقبال اللي جاي بقى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.